وصباح سعيد، صباح جميل عليكم وعلى كل حبايبكم. ودلوقتي بقى تعالوا ندخل في يعني موضوع كان حديث الساعة، حديث الساعة بمعنى حديث الساعة، وهو أحمد القندوسي لاعب فاقس طيف الذي انتقل رسميا إلى النادي الأهلي. نادي الأهلي في اللحظات دي موجود في المغرب، يعني والأمور بيعمل في المغرب هم كأس العالم للأندية، أمال إيه؟ تمام. طيب تعالوا بقى نتكلم في حاجة مهمة. أحمد القندوسي لاعب مميز والكل بيشيد بيه، حتى الكابتن حسام البدري اللي كان في الجزائر أشاد به إشادة كبيرة، وآخرين منهم برضو الدكتور عادل سعد أحد أهم المتابعين للدوري الجزائري برضو أشاد باللاعب. إذن إحنا عندنا دلوقتي لاعب يعتبر من هدافين الدوري الجزائري، صاحب اسم وصغير السن، يصل إلى النادي الأهلي في مركز البعض بيقول إنه بيلعب في 4 مراكز، خط وسط 6 و8 و10 وجناح، بس لا ما شاء الله يعني جوكر، وده مكسب كبير للنادي الأهلي. طيب بعيدا عن النادي الأهلي، الراجل كان عاوز مدير فني كولر عاوز مهاجم، فيجي له بقى لاعب بأكتر من روح، ما عرفش هو عنده 4 أرواح، ممكن بعد شوية بعده 7 أرواح يلعب مهاجم، الله أعلم. لكن في اللحظات دي ماذا حدث؟ المشهد كان ماشي بشكل واضح جدا لصالح نادي الزمالك. حصل الآتي، أن الزمالك بدأ يتفاوض مع اللاعب من فترة، ووصل الأمر أنه وصلوا لكل الاتفاقات وكان الأمور تمام. ماذا حدث؟ النادي الزمالك عارض عرى ثم بنية البيع. ده المفاوضات، لا احنا مش عايزين كده، لا احنا عاوزين بيع نهائي، احنا محتاجين فلوس، فيلا بينا نبيع. فالزمالك قدم عرض ب 800 ألف دولار، وبرضو الامور ماشيه والامور في اتجاهها لصالح نادي الزمالك. بل وصل الامر انه رئيس نادي الافاق سطيف وصل راح لمعسكر المنتخب الجزائري بتاع المحليين عشان يوقع، يخلي القندوسي يوقع للنادي الزمالك. لكن حصل ان مجيد بقره رفض، اللي هو المدير الفني لنادي للاسف للمنتخب المحليين الجزائري، لما رفض هنا ما عرفش يوقع. حصل ان النادي الاهلي في اللحظات دي كان بيفكر في موليكا وسوزا لاعبي المهاجمين، اما لم ينجح الامر هو عنده بقى كشف انتاج، عاوز 1 2 3 4، نعمل ايه؟ نعمل تمام، خلاص تعال نشوف القندوسي نعرف نخلصه، خلصوا القندوسي. وانتهت حكايه القندوسي بانه انتقل للنادي الايه؟ الايه؟ الاهلي. طب والزمالك اللي كان مشي مشوار لا باس به معاه، خلاص الموضوع انتهى. طب الزمالك هيعمل ايه؟ هيعمل الاتي. امبارح والامور وهي تبدو في اتجاهها للنادي الاهلي من قبل القندوسي وفاق سطيف، نادي الزمالك مصادر جواه قالت ان الزمالك بدا يفاوض اسوان عشان المغربي احمد بالحاج، لاعب وسط وجناح اسوان اللي عنده 25 سنه، فيلا احنا عايزينه. اسوان طلع قال ايه؟ قال هو لغايه دلوقتي مفيش عرض رسمي وصل نادي اسوان، وانا بقول لكم ان العرض الرسمي يمكن يوصل دلوقتي كمان شويه، لكن اسوان لما اتكلموا معاه قالوا الاتي، قالوا احنا عايزين عشان نبيع اللاعب 20 مليون جنيه. واضح ان ده الرقم البادج، ختم البوسطه او طابع البوسطه، 20 مليون جنيه. اي لاعب دلوقتي في الاطار البيع بيع انديه زي الاهلي او الزمالك او بيراميدز بيبقى اول كلام 20 مليون. طبعا 20 مليون لو الزمالك دفعهم هيفرقوا مع اسوان كتير، يعني ممكن يعيشوه الموسم كله ويمكن يقعد شويه كمان الموسم اللي جاي. ليه؟ لانه القيمه الماليه اللي متواجده كلاعيبه ومصاريف في اسوان مش كبيره، لكن 20 مليون لو حصل هيبقى ايه؟ قصه مهمه جدا بالنسبه لهم. طب والزمالك؟ الحكايه انه الزمالك عاوز اللاعب، ولعب على مستوى الاداء اللي اداه مع اسوان بعد مجيء الكابتن الورداني اللي حصل، تألق تماما وبقى اسم كبير واداء رائع ومميز ولعب كويس، والزمالك حط عينه عليه من يوم مباراه اسوان والزمالك، وكان في كلام اللي هي كانت امتى؟ كانت 3 يناير، ناقص 48 ساعه وباب القيد في الشتويه يقفل خالص.
هل هتلاقي بالحاج موجود في الزمالك؟ انا اعتقد بنسبه تتخطى 80% هتلاقي احمد بالحاج موجود في الزمالك، لان الزمالك دلوقتي اداره الزمالك قصاد جمهورها عاوزه تعمل حاجه وتقول ان احنا جبنا لعيبه. احمد بالحاج عنده شعبيه او نسبه شعبيه وجماهيريه عند جمهور الزمالك، ومن احد الاسماء التي تم تداولها عند جمهور الزمالك احمد بالحاج. فيبدو ان اداره الزمالك بقى راحت على الحكايه دي عشان برضو ترضي الجمهور وفي نفس الوقت تستفيد بلاعب في هذا المركز. هو لاعب ممتاز والزمالك من وجهه نظري محتاج هذا المكان. طيب دي الشروط بتاعت مين؟ اسوان 20 مليون جنيه ولن يتم تخفيض العقد. ان كان الزمالك دلوقتي بيعمل مفاوضات مع اسوان لتقليل المقابل المالي. البعض شايف انه لا 20 مليون كتير، وفي ناس تبقى شايفه لا 20 مليون قليل، وازيك معوش 20 مليون حتى لو معاه 20 ولو معاه 50. كباب التفاوض عادي جدا انك تتفاوض وتقول لا انا هدفع 15، لا هدفع 12، لا طب بص طب ال10 دلوقتي والخمسه بعدين، لا وهكذا. دي مفاوضات فيها عرض وطلب، بس المشكله انه اسوان محتاج والزمالك محتاج. الزمالك محتاج لاعب واسوان محتاج فلوس، ناقص 48 ساعه على قفل باب القيد. الامور رايحه فين جايه منين؟ هو ده اللي هيبان خلال الكام ساعه اللي باقيين. انا اعتقد ان النهارده 29 يناير هيكون القرار الفصل في هذا الامر، لا اما بالحاج في الزمالك لا اما هيستمر في اسوان. الاحتياج المالي لاسوان ممكن يضطر انه يقلل شويه المقابل، يقول 20 عشان ياخد 15 ممكن، والزمالك يقول 15 عشان يقلل 20، كله جايز هيبان خلال الكام ساعه اللي باقيه. بالمناسبه بقى القندوسي لما كان جاي كان التشكيل المتوقع انه يلعب دونجا في القلب وجنبه قندوسي وجنبه امام عاشور، لكن في زي ما القندوسي ما جاش في بقى مفاجاه تانيه، ان نادي تركي لم يعلن عن اسمه حتى اللحظه بعت عرض رسمي لنادي الزمالك لشراء امام عاشور خلال ال 48 ساعه دول، برضه جاي في اخر لحظه، شراء امام عاشور مقابل 3 مليون دولار. 3 مليون دولار. المفاجاه كانت الاتي، ان اداره الزمالك ما رفضتش بل عرضت الامر على الكابتن اسامه نبيه، لانه العرض جه بعد تولي الكابتن اسامه نبيه المسؤوليه مباشره. فاداره الزمالك قالت لا، لاعب بالنسبه لنا ممكن نوافق على اللي بيعه او نتفاوض على رفع سعره، لكن الاول ان احنا نسال المدير الفني. كابتن اسامه نبيه رفض تماما ورفض قاطع وبات التفكير في بيع امام عاشور، خصوصا بعد فشل صفقه القندوسي. ومن ثم كابتن اسامه نبيه رفض رفض تام وغير قابل للمناقشه في انه يوافق على بيع امام عاشور. 3 مليون دولار يعني انت بتتكلم في 120 مليون جنيه، لا سوري 90 مليون جنيه، تتكلم في 90 مليون جنيه. هل الزمالك محتاج ال 90 مليون؟ الله اعلم. لكن امام عاشور ممكن نلاقي يعني بعض من الكلام خلال برضه ال 48 ساعه، لانه ممكن الزمالك يبعت للنادي التركي ده يقول له لا، فالنادي التركي لو عاوز امام يقوم بعيد تقول طب خليهم اربعه، طب خليهم 5 مليون، ساعتها اعتقد ان اداره الزمالك هيكون ليها اتجاه لبيع امام عاشور لو بالفعل زادت القيمه الماليه عن العرض المقدم. دي خلي بالك ده اول بدايه، ده اول كلام. الزمالك مش عاوز يبيعه، لكن لو العرض كويس ممكن يبيعه، وبالتالي هيبقى بيفكر براحته ويفكر براحته ويفكر براحته حتى يقرر انا وافق ولا لا، ما وافقش ولا وافق. دي حاجه بقى هتخص اداره الزمالك في موضوع امام عاشور. تمام. وكان بالمناسبه البعض بيقول لو فيريرا كان موجود كان هيرفض برضه بيع امام عاشور. الحقيقه ان امام عاشور لاعب مهم ما فيهاش مناقشه، وله قيمه كبيره في الزمالك، هو احمد سيد زيزو، والفتره اللي جايه الزمالك عنده افريقيا وبيامل انه يعمل حاجه، وامام احد الادوار ومعاهم برضه ومعاه زيزو
ودلوقتي في ناصر منسي جه، فالزمالك بيقول لا انا بحاول اظبط اموري. ثم النهارده كمان اولى مباراه الكابتن حسام نبيه في الزمالك مع فيوتشر، المباراه اللي تكررت من موسم ماضي وكانت بنفس الاجواء ونفس الموضوع، بانه جاي كابتن اسامه نبيه بديلا لكارترون اللي رحل وادى المباراه وفاز الزمالك 3-2. ثم رحل او استمر الكابتن اسامه نبيه كمدير مدرب عام مع فيريرا، لكن الايام دلوقتي تعيد الكابتن اسامه، لكن المره دي مش مدير فني مؤقت لكن مدير فني دائم اساسي ورقم واحد، مش جاي لتكمله الامور او لتعديه الامر، لا ده جاي يقعد عنده مشروع بيفكر فيه ومحاولات مع الزمالك. كل الامور دي هتكون اكثر وضوحا بعد مباراه النهارده، مباراه الزمالك مع فيوتشر الساعه 7، مباراه صعبه جدا جدا على الزمالك بسبب الظروف اللي الزمالك وضع نفسه فيها، وانه اصبح في المركز الخامس وابتعد عن النادي الاهلي برقم مهول من فرق النقاط 11 نقطه، فده فارق كتير وعامل ضغوط على الكابتن اسامه وضغوط على اللعيبه، وخصوصا كمان جمهور الزمالك عنده حاله من الغضب بسبب مستوى اللعيبه وسبب الاداء ومستوى والنتائج، وكمان التعاقدات سواء بقى التعاقدات القديمه زي الكنوله اللي جمهور الزمالك كله لا يراه اساسا، او انه الزمالك حتى اللحظه متاخر جدا في تكمله التعاقدات والاحتياجات بتاعت الزمالك الواضحه لسواء مركز 8 او جناح، وما جابش غير ناصر منسي كمقلب هجوم، ونشوف الزمالك دلوقتي في اللحظات دي معاه ناصر منسي، معاه يوسف اسامه نبيه، معاه ايكينولا، معاه سيف الجزيري، ده الجزء الهجومي، لانه كمان حسام اشرف راح للبنك الاهلي كاعاره في صفقه بيع ناصر منسي لنادي الزمالك.